أنا بيتهيألي إنه لحظة تحقيق الحلم بالانضمام للنادي الأهلي وإنك تلبس تيشرت نادي الأهلي دي لحظة مش ممكن أبدا حد ينساها، وأنا يمكن هرجع كابتن محمود ليها دلوقتي، بس الأهم من ده إنك أنت تكون عارف إن ده بداية مشوار جديد وبداية تحدي من نوع جديد وبداية تحقيق أو ترك بصمة ما بيسيبهاش غير النجم الكره اللي بجد. يعني انت بمجرد ما لبست تيشرت نادي الاهلي بقيت نجم، ده شيء ما فيهوش خلاف، لكن ازاي تكون نجم النجوم؟ ازاي تحط البصمه اللي يفتكرك بيها ملايين الاهلاويه، ومش بس الجيل اللي شافك وتابعك وانت بتلعب، لا ده حتى كمان الاجيال اللي جايه بعد منك. فاكر اول لحظه كابتن محمود لبست يعني فيها تيشرت نادي الاهلي؟ يعني انت رجعتني كمان يا استاذ احمد، يعني ذكريات جميله جدا من ساعه ما طلعت من البيت في حلوان لحد ما انا رايح اقابل الكابتن انور سلامه الساعه 7 الصبح. ان انا مش مصدق ان انا داخل النادي الاهلي، دي حقيقه. ان انت هتمسك القلم وتوقع على عقد ان انت هتلعب في النادي الاهلي، ده حلمك من الصغر، ان انت ان انت بتنتمي النادي او بتشجع نادي زي النادي الاهلي، بتتفرج على نجوم كبيره جدا. فيمكن انا اول حاجه يعني ربنا يديله الصحه كابتن انور سلامه ومسير خير، وكان الكابتن صلاح حسني موجود معاه مدير كوره. يمكن قعدت معاه في المكتب، يمكن قال لي، سالني سؤال، انت تحب تلعب في النادي الاهلي؟ يعني انا من فرحتي انا مش عارف اتكلم، يعني مش عارف ارد. قلت له يا كابتن بعد اذنك اديني الورق القلم وعايزني امضي فين؟ وحياه ربنا بنفس اللفظ، لا اتفقت انا اخد ايه ولا عارف انا هعمل ايه، انا لقيت نفسي بمسك القلم وامضي. وسعاده ما بعدها سعاده، لكن دي بتحملك مسؤوليه زي ما قلت لحضرتك يا زمان. ان انت زي ما حضرتك قلت دلوقتي، النجم اللي بيلعب في النادي الاهلي يكون النادي الاهلي تلبس تيشيرت. لعبت على طول يا كابتن محمود؟ لعبت طبعا، يعني اول ما مضيت كنت ساعتها بلعب في نادي المريخ. كان الموسم قرب على الانتهاء، وكان عندنا بطوله عالميه في المغرب اللي هي بطوله العالم العسكريه، اللي احنا الحمد لله يمكن خدناها، ظهرنا بمستوى كبير جدا. يمكن كان من حظي كويس ان كان موجود معايا مجموعه من لعيبه النادي الاهلي، مشير حنفي وده يمكن ده كابتن النادي الاهلي المنتخب العسكري. كان معانا الكابتن ياسر ريان، كان معانا لعيبه، يمكن اديني كان ادوني نصايح كتير جدا. انت جاي النادي الاهلي كنت مضيت، يعني رحت البطوله دي وانت ماضي. انا ماضي. فيمكن هم كان بيحمسوني بشكل كبير جدا. خلي بالك اللي موجود، كنت انا وجاي بكرايت، كان موجود الكابتن ابراهيم حسن، لكن كان بيدوني نصايح وانت لعيب، لكن انت في نفس الوقت انت بتثبت ذاتك ان انت جاي على نجم كبير زي الكابتن ابراهيم حسن. فدي بتديك دفعه كبيره جدا ان انت تموت نفسك في الملعب، ان انت تتمرن بدل ما بتتمرن 100%، لا ده انت بتتمرن 200%، عايز تحقق بطولات، عايز الناس تفتكرك وتقول ان محمود ابو الدهب حقق بطولات او ساهم في بطولات مع زمايله، انه ياخد بطولات في النادي الاهلي. فدي كانت فرحه كبيره جدا. الحاجه الثانيه، يمكن انا زي ما قلت لحضرتك، اللعيبه اللي بتمضي في النادي الاهلي انت بتعمل انجاز لنفسك، انت طموحاتك بقت بتعلى، سقف طموحاتك عالي، ان انت بوابه المنتخب بالنادي الاهلي. ان انت لو بتظهر هتبقى كويس، هتلعب منتخب مصر، هتحترف بره، والنادي الاهلي ما بيقفش على حد. فانا دي النصايح اللي انا بديها للعيبه، ان انت النهارده كونك ان انت بتمضي في النادي الاهلي او بتتعاقد مع النادي الاهلي، دي بتحملك مسؤوليه كبيره جدا. إيه انا هاخد بس من كلامك ده كلمه في منتهى الاهميه، اللي انت كنت بتلعبه او كنت بتديه بره 100%، مطلوب منك في الاهلي تديه 200%. ليه يا زعيم؟ اللي انت الاهلي بيلعب على البطولات اللي بيخشها، بيلعب على بطوله، انت بتخش بتلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما الاول. في حاجه الناس ممكن مش فاهماها، او الناس، لا النادي الاهلي عنده روح رياضيه، بيتقبل الفوز وبيتقبل الهزيمه، لكن في نفس الوقت رقم واحد انت بتلعب على الفوز، لان رقم واحد البطوله، سواء لو انت دخلت كاس العالم الانديه بتلعب على البطوله. ما بتلعبش على المركز الثاني او المركز الاول، هو ده شخصيه النادي الاهلي. طب من بيكهام هروح لبدر بنون، رايك فيه؟ لا لعيب كويس، لعيب كويس جدا وهيفيد النادي الاهلي. كنا بنقول قبل الفاصل انه كان في يعني ليه لعيب محترف مدافع، وانه الاهلي عنده يعني في الدفاع لعيبه كتير. خليني اقول لك يا زعيم، يمكن النادي الاهلي، عشان تبقى عارف، النادي الاهلي بيدور في مصر طبعا عن اللعيب اللي هيفيد النادي الاهلي. انا ممكن ما شفتش ان اللعيب يقدر ان هو يسد الفراغ او يسد المكان اللي موجود نظرا للاصابات اللي موجوده. انا شفت ليه ما اتعاقدش مع لعيب كويس زي بدر بنون، ولعيب هيفيد النادي الاهلي. ما احنا عندنا علي معلول، اتفرجت عليه على طبعا، لعيب كويس جدا. ولعيب، لانه هيلعب مع لعيبه كبيره جدا، لعيبه شخصيتها كبيره. في الملعب احنا عندنا علي معلول ما شاء الله بيلعب باك ليفت. ممكن انا حاسس ان علي معلول من اللعيبه اللي مولوده في النادي الاهلي،
حقيقي. شرب النادي الاهلي، انا بكلم الجمال شرب النادي الاهلي، مش عاوز يمشي من النادي الاهلي لانه هو شاف النجوميه وشاف التالق في النادي الاهلي. النهارده بدر بانون لما يشوف لعيبه، يمكن شفنا لعيبه كتير جدا توانسه ومغاربه بتلعب في النادي الاهلي، لكن الناس مش عاوز اقول للناس ايه، تقول لك اصل النادي الاهلي اتعاقد مع سيردباك. طب ما انت ممكن ما تلاقيش السيردباك ده موجود في مصر او بالمواصفات اللي المدير الفني عايزها، فانت بتتعاقد مع واحد زي ما احنا عندنا في الدوري الانجليزي، ما احنا ما هو احمد حجازي سيردباك ومن اكبر الانديه بتتعاقد معاه ولعيب كويس وبيأدي بشكل كبير جدا، ربنا وفقه وراح الاتحاد السعودي. فده مش الفكر ده اتغير، الفكر ده بقى مش موجود. اللعيب اللي هيفيد النادي الاهلي وهيدي للنادي الاهلي وهيحقق انجازات وبطولات مع النادي الاهلي هو اللي هيبقى موجود ان شاء الله.